وحبيبتي جدا 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 رقه السينما المصريه وسمراء الشاشه لبنى عبد العزيز. حاجه يعني انا ما كنتش احلم بصراحه، يعني انا كنت ببقى قاعد كده مش مصدق وانا في التصوير ان انا بشتغل معاها، مش مصدق يعني. اقول لها اكشن، اقول لها ميزانسين ايه، تعمل ايه، والف كده اجي اقعد جنب المونيتور اقول لبنى عبد العزيز، امن حواء، واسلامه المخرجون، تاريخ والوساده الخاليه اسمي يعني الفيلم باسمي هيتحط جنب الاسامي دي. انا محطوط يعني انا هيتعمل افيش او هيتعمل الفيلم يعني بطوله لبنى عبد العزيز واخراج علي ادريس. ده مش يعني في حاجات ما بتحصل لك مره واحده يعني.